موقع أنا السلفي. حسن الخلق هذا ثمر للإيمان الإحسان الباطن، لأن الإحسان يغني القلب، فيسهل على هذا الإنسان الذي أغناه الله بعبادته بمراقبته بأنه يعبده كأنه يراه، يسهل عليه أن يسامح وأن يعفو وأن يفي بالعهود، يسهل عليه أن لا يغتاب ولا ينم، لأنه ليس عنده حسد ولا حقد. غني لا يمكن أن ينافس على الدناءات، ولا يمكن أن يصارع على أشياء الحقيرة التي يتصارع عليها الناس، فلذلك يغتاب بعضهم بعضا ويكذب بعضهم على بعض ويخدع بعضهم بعضا ويغش بعضهم بعضا. هو لا يحتاج إلى ذلك، هو أعلى من ذلك، لأن الله ملأ قلبه حبا له وإخلاصا له ورغبة فيما عنده ورجاء لفضله. وهذا لا يحصل إلا من خلال وعاء هو الإسلام والإيمان. الإحسان هذا يحصل هبة من الله من خلال العبادات المختلفة التي يؤديها الإنسان على عقيدة صحيحة، ويؤديها بنفس حاضرة وقلب مستحضر لعظمة الله، خاشع لله سبحانه وتعالى، منيب إلى الله عز وجل. هنا يفيض الله عليه من نعمه وعطاياه ومننه، ويؤتيه ويهبه الرحمة التي يحتاجها هذا الإنسان. فلذلك أساس التربية وجود الذكر والعبادة، الذكر والعبادة أساس حصول الإحسان الذي نفتقده كثيرا، والذي يتمثل في السلوكيات والأخلاق في معاملتنا مع والدينا، مع أرحامنا، مع جيراننا، مع إخواننا في المسجد، مع زملائنا في العمل. المعاملة بالأخلاق هذه مرآة لأمر باطن، وهو حصول الغنى بالله سبحانه وتعالى بعبادته عز وجل. إذا استغنى الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى، إذا صدق في عبادته لربه عز وجل وكان جادا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغنيه ويسهل عليه الكرم والجود والسماحة والعفو والصفحة عن الآخرين.